قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. مكاتب الحزبية ترتبط بالقيادة القضائية طبعا، مكاتب الدولة الحكومة ترتبط بمؤسساتها الرسمية، وعلى مؤسسة الرسمية بالدولة هي مجلس قيادة الثورة. زين، ارتباط المكاتب بالقيادة القضائية، نعم، كانوا يعطونكم النسخ من؟ لا، أنا ما عندي، ما تجيني النسخ. نعم، مو أنت، نحكي عن القيادة القطرية، توصلها النسخ؟ القرارات تروح إلى مكتب أمانة سر القطر. إلى أمانة سر القطر؟ نعم. هو المشرف على المكاتب. نعم. صدق. بس اسمع لي، لأنه أكو تاريخ واحد الإخوان الكرد اللي يتحدث عن زيارة الأستاذ جلال والأستاذ مسعود إلى العراق، إلى بغداد في عام 91. أستاذ، في عام 91 الأستاذ جلال طالباني إجا يمثل الجبهة الكردستانية، وفي جلسة الأولى، وأظن إذا حافظ مكتب أمانة سر القطر وزارة الداخلية على الاجتماعات، في أول جلسة الأستاذ جلال طالباني هو تحدث، قال أريد أقول لكم شيء. قال أني قبل ما أجي هنا حضرت مؤتمر في بيروت، هذا المؤتمر هو للمعارضة العراقية، انعقد في بيروت. قال هذولا بعدهم ما مسلمين السلطة، المعارضة العراقية رفضوا يقرون بحقوق الشعب الكردي، أنتوا أصحاب السلطة من عام 70 أقريتوا بحقوق الشعب الكردي. نتلاحظ هذا كلام موجود تاريخ أنا حاضره. الأستاذ جلال طالباني صديق أيضا، أنا أعرفه لما أقول كلام ما أنسبه له، لأن أنا أعرف الأستاذ جلال من عام 58 وعام 63 وعام 68، وكان عندنا في يعني بغداد موجود. يعني هو شهد هاي الشهادة؟ لا نعم. الأستاذ جلال طالباني فترة جانا عام 84، جاء وحده ما جاء ويا الأستاذ مسعود، كانوا مختلفين. فهو كرئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جاء واتفق، وجينا ويا محادثات، وكنا نقعد ونسهر ونتعشى سوا وناخذ ننطق كأصدقاء وكرفاق. وبالتالي لما جوي عام 91 هو الأستاذ مسعود ما كنا متعرفين عليه، أستاذ مسعود شفناه فقط أنا شايفه بقلالة ويا المرحوم البرزاني بس 69-70 قبل إعلان بيان آذار، كان هو حاضر، هو الله يرحمه إدريس أخوه حاضرين بالاجتماع مع القلالة لما رحنا برئاسة المرحوم حماد الشاب. فأني مسعود، الأستاذ مسعود ما شايفه إلا في عام 91 لما جاء، بعدين جاء هو رئيس الوفد وكان مقيم بالعراق بغداد، وشلنا نروح نتعشى وياهم وهو الأستاذ جلال ونتغدى، يعني جو مثل مو دا يقول الأخ مثل بس لدرء الخطر عن الشعب الكردي. احنا توصلنا إلى اتفاق بين حزب البعث العربي الاشتراكي والحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطية الكردستاني، وصلنا إلى مشروع حكم ذاتي جديد، كان يرأس الوفد من الجانب الكردي الدكتور فؤاد مظلوم، هو اللي كان محاور الرئيسي في موضوع الحكم الذاتي ويا هذا محمد محمود عبد الرحمن. الكلام كله مو موضوعنا. نعم، مو موضوعنا هذا الكلام. هو ذي يسألني أنا، ماذا يصير لك؟ أنا أعلق على كلامه. ماذا يصير لك؟ هذا مو موضوع إلي حق أستاذ. ما موضوعنا. تفضل أستاذ.
شكرا سيد الرئيس، شكرا السادة الأعضاء. الشاهد ذكر إنه أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل، وإن المتهم علي حسن مجيد هو أيضا أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة أنذاك، وأخوه له بموجب القرار 160 صلاحيات مجلس قيادة الثورة. فهل كان هنالك تخطيط مسبق لإبادة الشعب الكردي أو إبادة جزء منه يناقش في مجلس قيادة الثورة وكلف به المتهم علي حسن المجيد؟ ثبت السؤال، تمت مناقشة هذا الموضوع؟ أستاذ أنا أرفض أي عبارة تعني إبادة الشعب الكردي. الشعب الكردي جزء من العراق وإحنا عراقيين. جواب هذا السؤال نعم لا، جواب لا، ماكو عبارة، ما حد قال إبادة الشعب الكردي. أكو فرق بين الأنفال لحماية العراق من الغزو الإيراني وبين الشعب الكردي. هذا المكان مو مكان للخطب والصوت العالي، هنا تجي تأدي شهادتك بأسلوب وتلتزم بالنظام بالجلسة، بخلافها راح تأخذ إجراء قانوني بحقك. لا ألتزم، ألتزم ألتزم ألتزم، ماكو داعي تعب نفسك بإجراء قانوني. احنا إذا من أتكلم تسكت؟ إي خير أذلك بالكلام؟ خير إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ نعم استاذ. فهذا الشاهد منه في عام 1961 تفاوض مع القادة الأكراد، هل طالب القادة الأكراد بمصير المفقودين؟ وما هو عدد الذين طالبت القادة الكردية أنذاك؟ ثبت السؤال. بال91 هل ناقشت مسألة المفقودين؟ نعم استاذ، أنا بينت أنه صار الوفدين انقسموا إلى مهمتين، مهمة سياسية وقانونية أنا كنت مسؤول عنها، ومهمة إدارية وتنظيمية كان مسؤول عنها السيد علي حسن. فهذا السؤال يوجه للأستاذ علي هو يجاوب، لأنه هذا السؤال على قضايا المفقودين هو كان مسؤول عنها اللجنة. أنا مسؤول، أنا وفؤاد مظلوم ومحمد محمود عبد الرحمن من الجانب الكردي مسؤولين عن قانون الحكم الذاتي وعن القضايا السياسية. فإذا عنده سؤال حول هذا الموضوع أنا أجابه. إجابتك يقول لا أعلم، حيث أنني لم أكن مسؤول إلا على الجوانب السياسية والقانونية. نعم. شكرا سيد الرئيس. نعم تمشي. تفضل أستاذ. سيد الرئيس أنا محترم أطلب توجيه السؤال للسيد الشاهد. باعتباري كان وزير خارجية العراق آنذاك أي عام 87-88، وكانت تربط العراق جمهورية العراق علاقات حسنة إلى حد ما مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية عموما، هل تم إثارة أي شيء يتعلق بما يطلق عليه بهجمات بالأسلحة الكيميائية أو إبادة مدنيين من قبل تلك الحكومات مع حكومة العراق في ذلك الوقت من خلال وزارة الخارجية العراقية؟ هذا شيء داخل العراق، هذا شيء داخل. لازم نحكم، وإحنا نريد نربط أنه أكو المسائل، ما إحنا ما نريد ندخل مواضيع سياسية إنه ما هي مواضيع قانونية أبداً. هذا الموضوع هذا شيء داخل العراق. ثبت السؤال مال الأستاذ. لازم نحكم بس أوضح المحكمة المحترمة أنه هناك أدلة عرضت في أمام هيئة المحكمة المحترمة من قبل حكومات أخرى على أن هذه تلك الأدلة المفروض أن تلك ال تستأذن وتطلع، تستأذن وتطلع. أستأذن وقول السفتري. منين؟ عندك اللي. ها أنا قلت. روح استاذ. سيد رئيس المحكمة المحترم، يعني إحنا شهدنا في ملف الدعوة أن هناك صور جوية قدمتها أجهزة الاستخبارات الغربية عن مناطق التي يدعى أنه تم حدوث عملية الأنفال في أو عملية الأنفال حدثت فيها. صور جوية استخبارية أيضا تلك الحكومات قدمتها من خلال الوسائل القانونية والفنية للمحكمة حتى تكون كأدلة إثبات. نعم. إحنا نربط أنه هذه الحكومات قدمت هذه الأدلة بعد الاحتلال، ولا بأس من أن تصبر المحكمة معي أنه يعني أول ليش الدليل قدم إذا كانت هذه الأدلة فعلا موجودة في ذلك الوقت وكان فعلا هذه الأدلة صحيحة، فلماذا لم تعرضها على حكومة العراق التي كانت تربطها معها علاقات حسنة أثناء الحرب العراقية الإيرانية؟ نعم. تبت السؤال، سؤال غريب. نعم.
طيب. كان السيد الشاهد هو وزير خارجية العراق لفترة ما، وعضو قيادة قطرية، وعضو مجلس قيادة الثورة. هل تم مناقشة أي سياسة منهجية منظمة ابتداء من عام 78 ولغاية عام 88 بخصوص اتخاذ تصرف خاص، لا أقول إبادة جماعية، ولا تصرف خاص تجاه المنطقة الشمالية أو المنطقة التي يقطنها العراقيين الأكراد تمييزا عن بقية المناطق؟ هذا منصوص عليه بالقرار 160، إرسال الرفيق المناضل علي حسن المجيد إلى تعيين أمين سر لغرض تنفيذ سياستهما. هو هذا القرار، نص القرار. المحكمة يمكن استعجلت علي، أنا من ذكرت تاريخ عام 78 اقتبست من قرار الإحالة، وحبقتها يمكن من خلال يعني مداخلاتنا من المحكمة المحترمة بدينا استغرابنا لابتداء من عام 78 لماذا ربطت هذه التاريخ مع عمليات الأنفال في حينها، والمحكمة عندها تفسيرها الخاص. لذلك أنا أعرضها للشاهد حتى يمكن جاب المحكمة أنه هل أكو من عام 78 أكو سياسة؟ أكو سياسة خاصة؟ لا مورست؟ أجاب الشاهد كلا. نعم. هناك يعني تأكيد لطلبنا قدمنا على المحكمة المحترمة قبل قليل أنه الشاهد يعني لديه ما يبرر القلق الحقيقي، مثلا أنا الزميل محامي دعا بالحق شخص طبعا من حق القانون أن يطلب طلب الشكوى أمام المحكمة المحترمة من عن الشاهد من الشاهد أو بحق الشاهد، رغم أن الشاهد محتجز لدى القوات الأمريكية منذ 4 سنوات. لماذا أصر على طلب الشكوى ضد الشاهد رغم أنه صار له 4 سنوات عند بالاعتقال أو الاحتجاز؟ ليش ما طلب، ليش طلبها في صحة المحكمة؟ هذا أعتبر إحنا سبب إضافي يدعو الشهود للقلق بشكل جدي من الحضور وإداء مكتب حق قانوني هذا إحنا ما بس إحنا لا مكتب المدعي من الحق الشخصي أساتذة زملائكم. هذا الطلب قدموه الآن، هذا مقدم قبل يعني يمكن 5 4 أشهر وصدر يعني بقرار، موضوع يعني محسوم. إذن صدر بقرار يعني طلب هذا الطلب أمام الإعلام قد ينقل للشهود، هذا المفصل اللي نحاول نوضح المحكمة المحترمة، هذا يوضح أن هناك قلق جدي لدى الشهود من الحضور سواء كان الطلب هو قانوني أو غير قانوني، المحكمة المحترمة تقبل به أو ما تقبل به، لكنه هو يسبب قلق للشاهد، وهذا نترك تقدير المحكمة. شكرا سيد الرئيس، شكرا سادة الأعضاء. سؤالي، هل الشاهد أي معلومات عن موكلي المتهم فرحان مطلب الجبوري، وهل له دور في عمليات الأنفال موضوع نظر هذه الدعوة؟ عندك معلومات؟ لا والله أنا مع احترامي الأستاذ فرحان يعني أنا أول مرة أشوفه هنا، ما أعرفه يعني. أجاب لا، ليست هناك لي معرفة شخصية بالمتهم، وأنني ولأول مرة أراه في أمام المحكمة الآن. نعم. شكرا سيدي. شيء بعد؟ عندك شيء؟ بس للتوضيح عندك شيء ويا الشاهد لو ويا المحكمة؟ جنابك سألت على موضوع الترحيل. نعم. صار تعليق عليه حتى أنطيك الحقيقة. جنابك تعاون المحكمة على إحقاق الحق. نعم. الترحيل اللي حدث واللي تكلم عنه السيد الشاهد، الترحيل لعام 77 و78. نعم. هذا الترحيل للشريط الحدودي. نعم. المسافة المحددة من 40 إلى 50 كيلومتر. 40 إلى 50 كيلومتر. شكد عن الحدود؟ عن خط الحدود من البصرة حتى زهر. لا يعني بعمق. 40 إلى 50 عمق. عمق. 40 إلى 50. معها استثناءات. وأجيب مثل استثناءات. منطقة اللي أنا اشتغلت بيها بنجوين تبعد 5 كيلومترات عن خط الحدود. الإدارة
اللي موجودة في ذاك الزمان بن جوين استثنى بسبب كونها قضاء كبير جمع المجمعات عليها ولها شبيه كثير أقدر أعددها. بس للتوضيح أنه هذا الترحيل الجيش ما له علاقة به، ترحيل اللي حصل وهدم القرى لدار المحلية، الجيش بعيد لا يمها ولا استخدم ولا آليات ولا قريب ولا من بعيد. الإدارة المحلية ممثلة بالمحافظات واللجان شكلت بالمحافظات، وتحدثت أنا بفاتي بالتفصيل عنها ومسؤول عن كلامي بدقة. إذن الترحيل الشريط الحدودي من البصرة حتى زخم وليس منطقة الأنفال فقط. زين. موضوع القرار 160، قرار 160 واضح تاريخ وش وقت صدر. زين خلينا بال 77. تفضل. شنو القصد من الترحيل سكان على الشرط الحدودي؟ والله يعني كنت ضابط صغير ما اعرف اجاوبك على هذا السؤال. نعم. يعني كنت مقدم امر فوج وما لي علاقه بالموضوع، بس لانه كنت بالقاطع فشفته. نعم. واتكلم بامكان جنابك. نعم. الاداره المحليه ممثل محافظيها موجودين وكلهم موجودين هسه يسمعون حكي. نعم. الموضوع الاخر موضوع القرار 160 تخويل امين سر مكتب تنظيم الشمال الصلاحيات اللي معروفه واللي صار حديث عنها بشكل واسع. نعم. هذا لازم من صدوره ولا الصلاحيات لها علاقه بالانفال. الانفال صارت بال 88، هذا القرار صدر بال 87، وصلاحياته اللي انطوا اياها ما كان بذهن الشخص اللي انطاه صلاحيات ان يسوي عمليات انفال، لان اساسا ماكو ورق بالانفال. ارجعوا على الخطه وشوفوا اولياتها وشوفوا تاريخها شو لا علاقه بهذا القرار. ومترك التقدير الجنابه. موضوع الآخر أنا تحدثت عليه ضمناً اللي هو موضوع الجيش بعيد عن موضوع شريط الحدود، والفعل واللي حصل هو عمل الإدارة المحلية. شكراً جزيلاً. نعم العفو. نعم. سيد رئيس المحكمة أنا ما عندي سؤال للسيد الشاهد، ولكن تعليقاً إذا تسمح لي على السيد المدعي العام أشار. القصد عندكم أحد المتهمين عنده مناقشة مع الشاهد أو سؤال؟ لا هذا الموضوع تكلم عنه السيد المدعي العام الآن، أريد أعلق عنه. ماشي ما يخاف راح أمسح. عندكم أحد عنده سؤال للشاهد؟ خلاص. شكرا جزيلا. نعم. أنا من رجعنا جينا صحف هناك فقريت بأحد الصحف أعتقد الصباح أو الصباح الجديد مقال لكاتب، يعني قال أني كاتب محامي وصحفي كردي. نعم. يقول يهيب بن سيد رئيس المحكمة والسيد المدعي العام أن ينتبهون إلى الهفوة اللي قالها صابر الدوري عندما تحدث عن خطة المخادعة التي قامت بها الاستخبارات أو عفواً أعدتها الاستخبارات وحضوره مع وزير الدفاع إلى السليمانية. أنا تكلمت على حقيقة لا علاقة لها بموضوع الذي يجري في الشمال، هي حقيقة الاستخبارات وضمن واجباتها كأي استخبارات بالعالم في الحروب تعد خطط مخادعة عندما تنفذ أي خطة عملية هجومية لجيشها. هذه العملية يعني عملية استعادة مدينة الفاو حدثت ب 17/4/88، يعني بعد مرور شهرين من بدأ عمليات الأنفال. نعم. وهي حقيقة واقعة، الاستخبارات أعدت خطة مخادعة وهي جزء أساسي من خطط العمليات، واللي أعد الخطة لجنة برئاسة وفيق السامراء المعاون وعدد من ضباط الركن اللي موجودين، والقيادة العسكرية ارتأت
أنه ما دام أكو معارك دامية اللي هي معارك الأنفال في الشمال، علينا أن نستغل الفرصة ونستعيد مدينة الفاو اللي يحتلها الإيرانيين قبل سنتين. نعم. فهذا الموضوع لا علاقة له، هي لا علاقة له بموضوع المعارك بالشمال في فترة الأنفال، وهي ليست هفوة، يعني قلتها بكامل قواي العقلية مثل ما يقولون. هذا الموضوع ليست هفوة، وهذه ما تعني أنه ما كانت أكو معارك بالشمال، معارك مع الجيش الإيراني ومع البيشمركة، ومعروفة يعني مثل ما صارت واضحة الحضارات. نعم. وللتوضيح فقط. شكرا جزيلا. نعم سيد الرئيس. لا آسف. سيادة الرئيس، فعلا حديث الإخوان محامي الحق الشخصي حول طلب إحالة الشاهد راح يمنع كثير من الشهود من أن يحضروا إلى المحكمة. يخدمون نفي التهمة عني، يعني كانوا يتخوفون من أن يحصل. إذا هم أصلاً بالسجن بعد عاشر. على كل حال يعني هم قالوا، فأرجو هذا الموضوع أن يراعى، وأرجو هيئة المحكمة أن تعاوننا، يعني مثلاً أساسي وموجود في مجلس الوزراء، وإحنا مثل ما تفضلت كنا مسلمين. نعم. لا نكتم الشهادة. نعم. ومن يكتمها؟ وأرجو أن تسمح لي لمدة دقيقتين أن أتحدث عن الأخ المحامي اللي يتحدث عن حديث تفضل سيادتك. سألوا عن الاقتراح، فأتذكر جيدا قال لا يمكن للسكرتير أن يقدم مقترح للرئاسة. زين، أشكرك. فأجاب سيادتك أنه ارجعوا للأوليات. أنا أتذكر جيدا أن الرجوع للأوليات راح يثبت أن أكو سكرتير وأكو رئيس لجنة. أنا ما يوم من الأيام كنت كاره للأكراد أو اللي وجهة نظر سيئة طيلة حياتي. أنا من خلالك ألمس أن هناك نفس غير مريح من الأخ المحامي، يعني هو بجد قال ارجعوا للأوليات، يعني عكس ما مذكور في مذكرته تماما. يعني أشكرك. استنى، عندنا مشكلة ترجع الشهود مشكلة حقيقية، يعني قامي
الوكيل عن المتهم صابر، هو يمكن كان هو اللي سعب نفسه لإحضارهم وعانى معانا حتى يوصل حتى يبلغهم. فحسب ما افتهمت انه اكو بعضهم اصلا ما لقاهم، يعني ما موجودين اصلا، مو نعم اصلا يعني ثلاثه ما لقاهم. زين، اثنين شهادتهم مو منتجه، وهو حسب تقديره هو يعني من ناقش ثلاثه يخشون مطلوبين للمحكمه، فاحنا امام مشكله يعني. نعم سيد الرئيس، عندنا تعقيب لو سمحت به. تفضل. ما تعالى قضية الشهود لو سمحت المحكمة. نعم. ما شو متهم سلطان أم السبحة بيدك؟ بيدك سبحة؟ لا بيدك. ماشي. بسم الله وبه نستعين. السيد الرئيس، أستاذ الأعضاء، من الثوابت القانونية أنه عندما تطرح أمام القاضي الجنائي أدلة الإثبات فإنه يعاملها سواء بسواء مع أدلة البراءة ويخضعها جميعا لامتحان الصحة، وبالتالي فإن المحكمة تأخذ بالدليل الذي ينير عقيدتها عند النطق بالحكم. وأن سير المحاكمات قد أخذ حقائق، قد أفرز حقائق كثيرة، منها أولا إزالة القرى، وهذه بالدليل الثابت، والترحيل القسري للسكان الكرد، والإعدامات الكثيرة لأشخاص من دون محاكمة، واستعمال السلاح الكيميائي لإبادة أعداد كبيرة من القومية الكردية، وتوجت تلك الأعمال بدفن الأحياء في قبور جماعية، وكل ما سلف من القول ثابت بالوثائق التي عرضت سابقا، فهي ليست فرية وإنما هو دليل بالوثائق. وكم تمنينا على المتهمين أن يقابلوا تلك الأدلة بأدلة نافية، بأدلة نافية، كأن تكون صرخة استنكار على دفن الأبرياء، أو اعتراض في اجتماع رسمي على تلك الأفعال بتسجيل صوتي، أو أن يكون المعترض قد أحيل إلى التحقيق مثلا. هل أحيل أحدهم إلى التحقيق؟ كلا، نتيجة اعتراضه أو صرخته. وعند ذاك، عند هذا الموقف يتمجب القول أنه تم مقارعة الحجة بالحجة. وبغير هذا فإن شاهد الدفاع حينما يقف أمام المحكمة ويسمعها مديحا وسيرة ذاتية للمتهم، فإن في هذا مضيعة للوقت، مضيعة لوقت المحكمة. وكم تمنينا مرة أخرى أن يكون المتهم الذي ملئت أجواء مملكته
وحدودها الإدارية بضجيج الجرافات والحفارات التي جاءت لتحفر قبورا لأبناء وطنه الأحياء، ويقول أنه لم يسمع، ويقول أنه لم يسمع بها. هذا مثال وليس على الكل. ولم يعلم بذلك في حين أن المطلوب منه إداريا في ذلك الوقت أن يعلم حتى بمن يمر زائرا بمحافظته، فكيف لا يعلم بحفر القبور الجماعية وبذلك الضجيج، ولا بمعتقلات السلامية التي خصصت لاحتجاز العوائل الكردية؟ ونقول مرة أخرى، هل يستطيع أحدهم إثبات أنه أطلق صرخة رفض أو استنكار؟ هذا هو المطلوب، وبغير هذا نكون قد دخلنا في المتاهة وضياع الوقت على المحكمة. لذا أطلب من المحكمة الموقرة، لذا تطلب هيئة الادعاء العام من المحكمة الموقرة إفهام المتهمين والشهود بذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ، المحكمة فهمت الشاهد بالحدود اللي عليه أن يتقيد بها، لكن رغبة من المحكمة فسح المجال أمام الشاهد حتى يتكلم بعض المسائل اللي يعتقد هو أنه هي مهمة ولها علاقة بحوادث الأنفال، وحتى تفسح وتحقق العدالة، تفسح له المجال بالقدر اللي فسحت المجال لشهود الإثبات، مثل ما فسحت المحكمة مجال لشهود الإثبات يجب أن تفسح المجال لشهود النفي. فإذا انتبهت هيئة الدعاء العام، حتى الشهود اللي كانوا بالأسبوع الماضي قال أنا ما عندي شهادة عيانية على حادث الأنفال، لكن أنا أريد أشهد للمتهم فرحان الجبوري. فأعتقد إذا لجأت المحكمة إلى منع الشاهد من الاسترسال راح تكون مدعاة للإرباك، وراح يكون الشاهد ابتداء هو خائف ما يستطيع أن يتكلم أصلا. خليه يتكلم بالشهادة اللي يرتئيها، وتقدير المحكمة تقدير قيمة الشهادة متروك للمحكمة. المحكمة تقدر هل إنه هذا الشاهد شهادته كانت ذات قيمة قانونية تفيد في نفي تهمة عن المتهم فلان أم لا. تقدير القيمة إنه، لكن أرى من مقتضيات العدالة أن عدم منع الشاهد من الاسترسال. وجهة نظر هاي قانونية أنا أتبناها. نعم، بتكون شيء وايد. فنفس الموضوع أتكلم به، وهذا راح يكون المجال النهائي يعني بالنسبة فيما يتعلق بالشهود. المحكمة ما تقدر تبقى تستمر تدور حلقة مفرغة وتبقى تنتظر الشهود خائفين أن يحضرون خشية أن يكون الشاهد يكون متورط في وضع، أو قد يكون صدر من التصرف يكون خاضع تحت طائرة القانون، خشية من ضياع الوقت. راح نعمل إلى فسح المجال للمرة الأخيرة، يعني هذا يكون إمهال نهائي حتى يحضرون الشهود. إذا كانت هناك مجال للمساعدة بالنسبة للمحامين الدفاع فيما يتعلق وسيلة نقل، فيما يتعلق قوة حماية للشاهد حتى يحضر، المحكمة مستعدة لتوفير هذا الجهد. لكن فيما يتعلق بضمانات مثل ما ذكرت، المحكمة ما تعطي أي ضمان. الشخص اللي مطلوب للعدالة يكون هو مطلوب للعدالة، الشخص اللي ما يخشى ويعرف نفسه أنه ما مرتكب أي فعل، فأنا أدعو من هذا المكان أن يحضر ويدلي بالمعلومات اللي عنده حتى يساهم في إحقاق الحق وإظهار الحقيقة، يعني لأن ضرورة مساعدة الشاهد اللي عنده معلومات يساعد المتهم عليه أن يحضر حتى يساعد المتهم، فأنا أدعو من هذا المكان أن يحضر.
وقلت لكم أن الذي أقدر أساعد أنا راح أساعد. نعم صح. سيد رئيس المحكمة، أنا معك بالنسبة للظروف الأمنية ومعك بجهودك المشكورة، لكن تبقى لدينا طلبات كمان ترمى فيما يتعلق بشهود من الخارج. شهود الخارج؟ وهؤلاء شهود. أنا راح أقول لك من المشكلة. شهودك اللي قدمته من الخارج ذكرت لك يا أما وحضرتك محامي قديم تعرف القانون، تعرف أنه ضرورة ذكر العنوان الكامل. ابتداء اعترضنا من حيث العنوان كان سوريا، عنوان الشاهد الأردن. الأردن دولة، سوريا دولة، يعني أنا من أعلن المكان هذا في شيء متعذر إحضاره. هاي واحد. الثاني راح تكون أيضا الشاهد عنده نفس المخاوف. أنت ذكرته أنه مخاوف أن يحضر أمام محكمة، مخاوف أن يطلع، مخاوف أن يحضر للسفارة العراقية. شلون؟ هي هم يعني حسب ما معلوماتي أنه مستعدين للمجيء إلى السفارة العراقية في الأردن في عمان. أنا لاحظت عندك طلبات بهذا الشأن، إذا تراجع قلم المحكمة غدا. هذا طلبنا الأخير يعني. إيه هذا طلب قدم الطلب. هذا طلبك أنت قانوني. طلبي الأخير قدم. يعني كلام أعتقد ليس فيه شيء أو ضرب من الخيال. شكرا جزيلا. نعم. أنا فقط أقول للسيد المدعى العام أن الوثائق اللي عرضها والشهود اللي حضروا أكدوا جميعا أن القائمين بالعمل ليسوا من محافظة نينوى. إذن أطراف العملية اثنين، الأكراد الناجين والمنفذين من خارج نينوى، فكيف يعرف المحافظ؟ كثيرين يسمعون، لم تقدم وثيقة واحدة من بين الوثائق الكثيرة جدا تذكر أن محافظة نينوى أو حتى الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى كانت لها علاقة بهذه. وأرشيف ووثائق وأوراق وملفات المحافظة كاملة وموجودة يستطيعون أن يرجعون إليه. وأحد السكرتارين اللي عملوا وياي ذهب للبلدية وفتش عن أمر أن أي أمر عن أي أمر عمل، لأن لا يجوز خروج أي آلية للعمل مو فقط في الحضر أي مكان إلا بأمر عمل، لم يجد أي أمر عمل. اثنين، الآن أكو دولة وأكو محافظ، أنا أقبل بالمحافظ الحالي بحكمه علي، المحافظ الحالي أنا أقبل يحكم بتقرير أو بتليفون أو بحضور يقول هذا الشخص في فترة شغله نعم كان ممكن أن يسمع بمقبرة جماعية أو بحجز ناس ويسكت. إذا قال هذا أنا أقبل، أنا فاعل الفعل وأدري بالمحتجزين وأدري بالمقبرة حتى هذا المحافظ أو أي إنسان له قيمة. مثل ما تفضل، هي مثل ما ذكر الخبير 30-35 على الحضر والحضر 80 كيلومتر، فكيف أسمع؟ ما سمعت وهذا الأمر لم يكن، وأنا واثق أنه ما سمع بي أي واحد من الموصل. وعدكم أصدقاء وعدكم ناس وتسألوهم قولوا لهم، وطلبت مع الأسف أحد المحامين من الموصل وكان نقيب محامين على أساس علاقته بالحكام وبالمحامين وبالشرطة، ردت يحضر ويقول نعم في تلك الفترة سمعنا بهذا الخبر وممكن أن يصل للمحافظ. أنت أسر حتى خلينا بالمفيد. نعم. أسر راح يكون تأجيل، أنتم راح تجون اتصالات مكثفة حتى يحضرون هذا الموعد. إذا كان عددهم كبير نقدر يكون الموعد ابتداء هذا الموعد نبدأ بسماع الشهود والأيام اللي تلي، وحتى تكونون في محاولة أخيرة أن تجيبون شهود. بس نعطيني فرصة يعني واسعة. نعم فرصة واسعة يعني شوية.
هي بعد ما هي انت مستنفذت كل الفرص. ما مثل ما يقول يعني هو الظرف مستمر يعني. اخر المطاف يعني. وعدتنا نعم وعدتنا بتنطينا فرصه. إذا هاي كلها هاي المجال كله وتعتبر لي هسه بعد ما ماخذ فرصتك بعد أنا شو أقدر أقول لك بعد؟ الأحداث توالى. قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم 15/3 وفعت الجلسة. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.